السلام عليكم الاخوان. ان شاء الله دابا غادي ندوزو ليكزيرسيس 2، غادي نخدموه. نبداو. تيقول لك اون كونسيدير لو سيركوي دو لا فيغور 2، هاد السيركوي هذا هو الفيغور 2، لي ترانزيستور ان بي ان، هذا وهذا بجوج من ان بي ان، هما بجوج خارج الكوروم من ليميتور كيو 1 اي كيو 2، سون ايدونتيك اي سون كاركتيريزي بار لو في بي او 1، كتساوي لينا الفي بي او 2 كتساوي لنا 0.7 فولت، والبيتا 1 كتساوي لنا البيتا 2 كتساوي لنا 100. راه الا قال لك ايدونتيك يعني راه عندهم الفي بي، عندهم نفس الفي بي او، عندهم نفس البيتا. شنو قال لك السؤال ديال هاد ليكزيرس؟ قال لك ديتيرميني لي بوان دو فونكسيونمون دي دو ترانزيستور بور ار كتساوي لنا 10 كيلو اوم، و ار كتساوي لنا 0 اوم. ها هي المره الاولى، هادي هي الار، مرة غنحسبو بها كتساوي لينا 10 كيلو اوم، وفي الكات الثانية غنعوضو ار بزيرو اوم، يعني بحال غنحيدو غيولي بلاصة غير سلك هابط. شنو هما هاد لي بوان دو فونكسيونمون؟ لي بوان دو فونكسيونمون ديال الترانزستور هما الاي سي والاي بي والاي او، هادو هما لي بوان دو فونكسيونمون. يعني ما يدوخكمش السؤال تسمع لي بوان دو فونكسيونمون، راه تقلب غير على الاي سي الاي بي الاي او. دابا غندخلو ليكزيرسيس ديالنا وغنوضحو شحال من حاجة. فوالا، هنايا شنو غنجيو نديرو؟ تقالك لي ترانزيستور دو لا فيغور 2 سون ايدونتيك، يعني بحال اون دون، يعني غنسميو داكشي النيت لي كاتبين، يعني غنخدمو بلاصة ما نكونكسبو نعوضو بيتا 1 بيتا 2 داكشي، غنعوضو بيتا وحده كتساوي 100. كذلك هنايا الفي بي او ديما نبقاو نعوضو 0.7. لابليكاسيون دو تيوغيم دو تيفنن او سيركوي دو لا فيغور فيغور 2 permet de redessiner le circuit sans la forme identique à la figure 2A. يعني هذا، يعني غنشدو هاد السيركوي غادي نابليكيو عليه لوا تيفنن، تيوريم تيفنن، وغيعطينا هاد السيركوي. هنا فين كنشوفو هنايا تيفنن، كنلاحظو ان تيفنن كاين هنا. شوف ضروري ملي نعطيك السيركوي لاصق هنا في واحد الباز ديالو خارجه، كتبان لك هنا طالع الفوق لاقي ريزيستونس ولتحت ريزيستونس، كذلك في هاد الجهه هادي هاي ريزيستونس ريزيستونس، وعاد اجي الباز ضروري غادي تخدم تيفرين، ضروري خاصك طيح في هاد الشكل هذا. غتلقى كتخرج من الباز كتلقى ريزيستونس وحده وكتمشي للماس، ضروري تردو بحال هاد الشكل هذا. هنا كتابليكي تيفرين، هادي كنت شرحت لكم تيفرين. بحال دابا هنايا تيفن عندك ار 1 ار 2، عندك الجينيراتور ديال الطونسيون بحال هكا، يعني تقدر تحطهم بحال هكا ار 1 ار 2 لو تيفن. هنا شنو غادي تجي دير الا بغيتي تردو على هذا الشكل هذا؟ يعني بغيتي تختصر هذا السيركوي كامل ما بين هاد جوج المربطين هادو اللي كاينين هنايا، يعني غير خصك تحسب واحد لو تيفن، غتعوضهم بواحد لو تيفن وواحد الريزيستونس تيفن. نتا هي الار تيفن شنو هي؟ هي الار ان بارالي مع الار 2. لو تيفن هذا غير ابيل، هذا راه غير ابيل درتو لكم، هادشي راه فايت شرحتو. لو تيفن شنو هي؟ بغيتي تحط السيركوي ما بين هاد الجوج ديال المربطين اللي كاينين هنا، يعني عندك غتكون الفوق، تكون الفوق الار ان، هاي هي الار ان على الار ان بلس الار 2 فوا لو او ان اللي عندك هنا. نفس البلان غنابليكيوه على هاد الجنب وعلى هاد الجنب، راه الا جيتو تلاحظوا راه هاد السيستم راه سيميتري، هذا راه سيميتري على داكشي اللي كاين من هاد الجهه، راه هو اللي كاين من هاد الجهه. في الكا ديال الار كتساوي لنا 10 كيلو، اما في الكا ديك اللي كتساوي لنا 0 اوم، راه هذيك راه ما غنديروش فيها السيميتري. المهم غيولي لينا السيركوي ديالنا على هاد الشكل، ها هي الار تيفنن الاولى، الاو تيفنن الاولى، الار تيفنن الثانيه، الاو تيفنن الثانيه. راه مع العلم ان شوفوا هنايا راه عندنا الاو تيفنن، عندنا هنايا دوكا، هاد ريزيستون كتساوي دوكا 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 دوكا، وعندنا كذلك هنا الفي سي سي كيساوي 30 فولت، وهنا الفي سي سي كيساوي 30 فولت. يعني هاد الار تيفنن اللي عندنا هنايا راه كتساوي لنا هاد الار تيفنن اللي عندنا هنا، وهاد الاو تيفنن اللي عندنا هنا راه كتساوي لنا هاد الاو تيفنن اللي عندنا هنا. فهمتوا البلان؟ وغنجيو نحسبو ليهم لي فالور نيميريك ديالهم. الار تيفنن الاولانيه كتساوي الار تيفنن الثانيه، كتساوي لنا هي دوكا بارلي مع دوكا، كتساوي لنا واحد كيلو اوم. هي بحال كدير هكا، واحد على جوج كيلو اوم زائد واحد على جوج كيلو اوم وس ناقص واحد، هذه غتعطيك هي واحد وس ناقص واحد غتعطيك واحد.
فوالا نتمنى تكون هذه باينه هنايا. كذلك الاوتيفنا الاولى كتساوي الاوتيفنا الثانيه 2 كيلو اوم الفوق على 2 كيلو اوم، هنا ما كاينش فرق واخا يعني واخا تقلب عطاوك نفس لي ريزيستونس نفس لي فالور مضروبه في 30 فولت هذاك 15 فولت باش كتلقى هذا السيركوي هذا. وهذا السيركوي هذا فاش كتجي كتلاحظ راه سيميتري، يعني داكشي اللي من هذا الجنب هو نيت اللي من هذا الجنب هذا، مع العلم ان هذا الار اللي كانت كتساوي لنا 10 كيلو اوم، اما الا كانت عندها شي فالور متبدله راه ما يكونش عندنا داكشي اللي من هذا الجنب هو هذا اللي من هذا الجنب. لو سيركوي بريزونتي اون سيميتري بور سيت كونفيغوراسيون دي ريزيستونس دو في كو لي دو ترانزيستونس سون ايدونتيك اي سون سويت كو، يعني شنو غيكون عندنا هاد لي ترانزيستور راهم ايدونتيك، يعني الا هضرنا على الاي بي الاي بي 1 راه بحال قلنا الاي بي 2، هضرنا على الاي سي 2 بحال قلنا الاي سي 1، هضرنا على الاي او 1 بحال هضرنا على الاي او 2. هو داكشي اللي كاتبين هنا هاي، يعني بحال قلنا الاي او 1 بحال قلنا الاي او 2 بحال قلنا الاي او، يعني نعوضهم بالاي او. كذلك بالنسبه للاي سي، كذلك بالنسبه للاي بي، كذلك بالنسبه للفي سي او، كذلك بالنسبه للفي سي بي، كذلك بالنسبه للاو تي او ديفنن، وبالنسبه للار ديفنن. وليني دابا هنا واحد البلان هو اننا غادي نجيو نخدمو بالدومي دومي سيركوي، يعني النص ديال السيركوي. الا كان عندك السيركوي سيميتري غتخدم بالنص، انا هادي ما كانش كيحصلني غنخدمو بها في الكات، وليني راه داخله غادي تخدم بها. هي سهل البلان ديالها غادي نبسطو لكم ما امكن، يعني غادي تتولي باينه لكم مزيان. وانت الا كتخدم بالدومي سيركوي راه الا باش كتسهل عليك الخدمه، يعني غنشدو النص ديال السيركوي وغنرسمو هنا. هاد الفولتاج اللي كاين هنا في هاد البوان هادي راه هو اللي كاين في هاد البوان، هو اللي كاين في هاد البوان، هو اللي كاين في هاد البوان، هو اللي كاين في هاد البوان. يعني بحال خديتي هاد الجنب غتخلي لي الاو تي فنان ديالو الفي سي سي ديالو 30 فولت، ها هي 30 فولت لاصقه في هاد الجنب هذا اللي من هنايا. ولكن بالنسبه لهاد الريزيستونس هادي غيوقع عليها واحد التغيير، ها هي ولات هنايا كتساوي لنا 14 كيلو، الا كانت غير 7 كيلو. علاش انا دابا غنقول لكم علاش. هنا الا خديتي هاد الطونسيون هذا، هاد الطونسيون راه كيساوي هاد الطونسيون، لان هنا السلك بحال مشيتي غير في السلك، ها انت لصقتي الفولت ميتر هنا بحال لصقتي هنا بحال لصقتي هنا بحال لصقتي هنا، مشيتي غير في السلك. يعني ان الفي 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 بي الفي في البوان هذا شنو هو ليميتور، يعني الفي الفي او 1 كتساوي لنا الفي 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 او 2، يعني هاد الفولتاج كيساوي لنا هاد الفولتاج. حنا الا بغينا نخدمو غير بالدومي سيركوي، يعني هاد الفي او 1 خاصها تبقى عندها نفس القيمه، يعني خاصها تبقى عندها نفس القيمه. الا جينا خدينا بهاد السيركوي هذا شحال كتساوي لنا هاد الطونسيون في في او 1 في او 1 بعدا كتساوي لنا الفي او 2 والفي او 1 الفي او 1 شنو كتساوي لنا؟ هي هاد الريزيستونس 7 كيلو مضروبه شنو هو الكورون اللي تيسيركيلو فيها؟ هو الكورون اي او 2 بلس الاي او 1. وانا قلت لكم ان الاي الا كان داكشي ايدونتيك، يعني ان الاي او 2 كتساوي لنا الاي او 1، يعني شنو؟ يعني ان الفي او 1 شنو كتساوي لنا؟ هي 7 كيلو مضروبه فاش نعوضها بجوج اي او فوالا. يعني ان الفي او 1 شنو كتساوي لنا؟ جوج في 7 هي 14 كيلو اي او. يعني الا بغيتي يعني باش هاد الطونسيون هذا ما يتبدلش، هاد الطونسيون ما يتبدلش، خاص الاي او تسيركيلو في 14 كيلو اوم. داكشي علاش درنا ليها بحال هكذا، يعني خاص باش هاد الطونسيون يبقى لينا فيكس الا خدينا الدومي سيركوي خاص الاي او يسيركيلو في 14 كيلو اوم. ها هي اللي خرجت لي هنايا، هاد 14 كيلو اوم ها منين جايه؟ هما هنايا راه شارحين البلان ديالها، قال لك لا ريزيستونس دو 7 كيلو اي ترافيرسي بار دو اي او، يعني كيدوز فيها الكورون كيدوز فيها جوج ديال اي او. لو بوتونسييل دو ليميتور في او 1 كيساوي لنا الفي او 2 كيساوي لنا 14 كيلو فوا الاي او.
هذه هي اللي وصلت لها انا بالكالكيل، هي هذه راه وريتكم منين جات. كتساوي لنا 14 كيلو فوا الاي او، لان هنا الاي او 1 كتساوي لنا الاي او 2، ها معوضه ب 14 كيلو اي او. قال لك لو كورون اي او ترافيرسي دونك اون ريزيستونس، يعني الكورون اي او كيدوز لينا فواحد ريزيستونس لي الفالور ديالها هي 14 كيلو اوم، بور كو لو طونسيون دو ليميتور سوا مانتونو ا في او. اون بو دونك اكسبلواتي لا مواتيي دو لا سيركوي دو لا فيغور دو ا، يعني باش تاخد النص ديال السيركوي خاص هذيك الفي او ما يتبدلش، وباش ما يتبدلش خاص هذاك الاي او يسيركيلو في واحد ريزيستونس اللي ماشي هي 7 كيلو، هي 14 كيلو. ريبريزونتي دو لا فيغور دو بي، اللي هو هذا الفيغور دو بي بور ديتيرميني لي كورون اي لي طونسيون غولاتيف او بوان دو فونكسيونمون. نتمنى هذا البلان يكون واضح لكم مزيان. وغندوزو دابا نحسبو داك الاي سي والاي بي والاي او. غادي نجيو غادي نبداو بهاد المايل هادي ام ا، ناخدو هاد المايل ام ا. هنا اصلا عندك جوج ديال لي مايل، جوج ديال لي مايل زعما اللي غادي تخدم بيهم باينين، هادي وهادي. غناخدو هاد المايل ام ا، هاد الاو تي فنين هادي السونس ديالها طالع، هذا هابط يعني هنا واحد الموا، هنا عاوتاني الار تي فنين هنايا، هاد السونس ديال الكورون هادي كاينه الطونسيون متعكس معاه، غادي مع لو سونس لي خدين يعني بلوس الار تي فنين، هاي بلوس الار تي فنين فوا لي بي. والاي بي راه كتساوي لنا هي الاي سي على البيتا، هاي عودنا نيشان بالاي سي على البيتا بلوس عاوتاني الفي بي او، غادا مع هاد لو سونس هاي الفي بي او، هاي هنايا بلوس عاوتاني هادي هاد ريزيستونس، هادي هاد ريزيستونس الكورون هابط يعني الطونسيون طالع، الطونسيون غادي مع هاد لو سونس اللي خدينا، يعني بلوس 14 كيلو فوا الاي او كتساوي لنا زيرو. بما ان الاي او البيتا اكبر من اكبر بزاف من واحد، يعني ان الاي او كتساوي لنا تقريبا الاي سي، يعني غادي تجي غتعوض هاد الاي او بالاي سي، غتولي عندك الاي سي هنا والاي سي هنا، غتعمل بالاي سي ودي داكشي وداكشي اللي ما فيهش الاي سي ديه للجهه اللي ملهيه، وغادي تقسم غتشد داكشي اللي من الجهه اللي ملهيه وغتقسمو على داكشي اللي معمل بالاي سي، غتعطيك هادشي هذا. غدير واحد لابليكاسيون نيميريك الاو ديفنن الفي بي او 14 كيلو، الار ديفنن كتساوي لينا 1 كيلو اوم على البيطه كتساوي لينا 100، كتحسب هادشي كيعطيك 1.02 ميلي امبير. الا بغيتي الاي بي، الاي بي شنو هي الاي سي على البيطه، الا قسمتي هاد الاي سي على البيطه اللي البيطه كتساوي عندنا 100 غادي تعطيك 0.0102 ميلي امبير. فوالا يعني ها انت دابا لقيتي الاي سي، لقيتي الاي سي، لقيتي الاي او، لقيتي الاي بي، هاي لان الاي سي كتساوي لنا تقريبا الاي او، والاي بي ها شحال كتساوي لينا. فوالا دابا المايل غنجيو لهاد المايل هادي ام 2، نسينا هنا نسينا ما درنا واحد لا سي بوزيسيون، غتكتب لي غنسي بوزيو اون سي بوز لو سيركوي دو لا فيغور دو لا في دو لا فيغور لو ترانزيستور كي ان دو لا فيغور دو بي فونكسيون اون مود اكتيف، غتكتبها في الاول قبل ما تدخل الكالكول، وعاد غتحسب هادشي باش دابا غتجي باش دابا من هاد المايل ام 2 نتاكدو نشوفو واش مود اكتيف ديريكت ولا لا. من هاد المايل انا خديتها غادا هابطه هابطه بحال هكذا، غنبداو من التحت، هذا طالع وهي هابطه يعني مو ناقص 14 كيلو فوا الاي او، الكورون لي سيركيلو فيها هو الاي او. عاود هنا هاد الفي سي او طالع واللوسونس لي خدينا هابط، ها هي مو الفي سي او يعني مو. عاود هنايا هنا الاي سي هابط يعني الطونسيون لي سيركيلو فهاد فهاد 10 كيلو اوم طالع، يعني متعكس معاه، يعني موا 10 كيلو فوا الاي سي بلس 30 فولت. علاش؟ لان هادي غادا معاه في نفس لوسونس، هادي غادا هكا وهذا تا هو غادي هكا، غادي معاه في نفس لوسونس. شنو غنجيو نخرجو هنايا؟ غنجيو نخرجو هاد الفي الفي سي او، غتخرجها عادي عندك دابا كلشي كوني، راه عندك راه حسبتي الاي او، عندك الاي او راه كتساوي لنا تقريبا الاي سي، وعندك هنا 30 فولت، وعندك عندك كلشي، يعني غتخرج الفي سي او ديالك، هاهي
غدير واحد لابليكاسيون نيميريك غادي تلقاه كتساوي لنا 5.52 فولت، وهذه راه اكبر من 0.7 فولت، يعني ان الفي سي في سي او اكبر من الفي بي او، يعني ان الشرط تحقق لينا، يعني الترانزستور فونكسيوني اون مود اكتيف. هاي كنكتبوها لي دو ترانزستور فونكسيوني دونك اون مود اكتيف، حيت حنا خدامين غير بالدومي سيركوي. هضرنا راه قبيله قلنا علاش حنا غنخدمو بالدومي سيركوي، لان كاينه واحد السيميتري. صافي، يعني ان الاي سي ان كتساوي لنا الاي سي دو، ها شحال كتساوي لنا، واللي كيساوي لنا تقريبا الاي او ان كتساوي لنا الاي او دو. كذلك بالنسبه للاي بي، الاي بي ان راه قلنا كتساوي الاي بي دو اللي كتساوي لنا داكشي اللي خرج لينا الفوق، هي هادي. بالنسبه عاوتاني للفي سي او، الفي سي او ان كتساوي لنا الفي سي او دو كتساوي لنا 5.52 فولت، وهذه اكبر من الفي بي او، يعني راه فونكسيوني اون مود اكتيف ديريكت. يعني هادو هما لي بوين دو فونكسيونمون ديال الترانزستور في الكا اللي تيكون عندك، في الكا اللي تيكون عندك الار كتساوي لينا 10 كيلو اوم. دابا غندوزو للكا الثانيه، ار كتساوي لينا 0 اوم. يعني اول حاجه هنا ما غاديش تبقى عندك سيميتري، يعني غتولي تخدم بالسيركوي ديالك كامل غنخدمو به. نتلاقاو في الفيديو الجاي غنخدمو الكيسيون دو. بالتوفيق ليكم.